حسين علي كريم مسؤول اللقاحات. الحقيقه احنا عندنا الجرع نوعين، جرعه اولى وجرعه ثانيه. المركز اللي المنفذ اللقاحي اللي يشوفونه قدامكم هذا كادر متواجد ومقدم الخدمه هاي المواطنين، لانهم مواطنين اعزاء علينا وهم اهلنا واخوتنا واخواتنا وبناتنا، والحمد لله ماشي على قدم وساق ان شاء الله. ونشكر الوحده الاعلاميه ان شاء الله لان نقدم صوره واضحه للمنفذ.